تمت بالأمانة العامة لحكومة ولاية نهر النيل بالدامر إجراءات التسليم والتسلم بين والي نهر النيل السابق اللواء ركن عبد المحمود حماد حسين والوالي الجديد آمن المكي. وقد أعلن حماد ترحيبه بخلفه دكتور آمن المكي، أعرب عن شكره ورضاه لما أنجزته حكومته، فيما جددت آمن المكي تركيزها على برامج معاش الناس وإزالة التمكين ومحاربة الفساد. بعد طول ترقب وانتظار من عمر الفترة الانتقالية ومراحل إنفاذ الوثيقة الدستورية، حسم أخيرا ملف تعيين الولاة المدنيين، حيث استقبلت ولاية نهر النيل واليها الجديد دكتور أمن المكي في نقاط ومواكب متفرقة عند مداخل المدن على طريق التحدي. وبعيد الفراغ من أداء اليمين الدستورية بالقصر الجمهوري، شهدت الأمانة العامة للحكومة بالدامر الإجراءات الرسمية لانتقال وتسليم السلطة من الوالي السابق اللواء ركن عبد المحمود حماد إلى الوالي الجديد دكتور أمن المكي. أمن ونيف كان خلاله أداء، وكان خلاله توافق، وكان خلاله عطاء. هذا العطاء وهذا الأداء المركز يظل أول الشاهدين عليه، لكن كل الذي تم من خدمات في هذه الولاية هو حق مستحق لإنسان هذه الولاية الكريمة المعطاة. والي نهر النيل الجديد أمن المكي استعرضت أبرز التحديات وفقا لمهام ومطلوبات الفترة الانتقالية المتمثلة في معاش الناس وإزالة التمكين وبسط التنمية والخدمات. ربنا سبحانه وتعالى أدانا من عنده حاجتين، أدانا ذهب وزراعة. ما مفروض يكون عندنا فقير، يعني إحنا لو بالزكاة ساكن مفروض والله زكاتنا تفيض على باقي الأمصار، ناهيك عن إنه الأسمنت عن الحياة الصناعة للإنسان. يعني ولاية غنية، الواحد يحزن إنه يكون في أطفال، يعني حكاية العقارب في المواصير، حكاية إنه ما في صرف صحي في سيدون، الناس في العراء يقضوا حاجتهم، دي أشياء والله ما مقبولة، حاجات بسيطة والناس ممكن كانت تنجزها، لكن نقول إنه دائما يظل الفساد هو المعطل لحياة الناس. وتنظر الفعاليات والقوى الثورية والسياسية في تنسيقية قوى إعلان الحرية والتغيير ولجان المقاومة لقرار تعيين الولاة المدنيين كقارن مفصلي دقيق من واقع ما يرتبط به من تحولات ومتغيرات جذرية في نظام الحكم وهياكل السلطة المدنية الولائية والمحلية. رسالة الوالي الجديد أو السيدة الوالية دكتورة أمنة، إزالة التمكين من داخل المؤسسات. عندنا فساد الأمن الغذائي ده الملف الأول، الملف الثاني بتاع شركة زادنا أراضي المواطنين ولاد نهر النيل يمرضون في شركة زادنا، ملف السوق الجديد. عصام الحكيم، الشروق، ولاية نهر النيل.